نروح لأخبار كرة اليد. المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الإسباني خوان كارلوس باستور هيوصل مصر يوم 23 إبريل اللي جاي بإذن الله في أسبوع التوقف الدولي، وده عشان يقود تدريبات المنتخب وان هو كمان يتعرف على اللعيبه ويعمل اجتماع مع مجلس الاداره. الاتحاد برئاسه الدكتور محمد الامين بدا في وضع خطه اعداد جديده للمنتخب استعدادا للمشاركه في منافسات بطوله افريقيا المؤهله لاولمبياد باريس 2024. البطولة هتقام في مصر في يناير المقبل، ومنتخبنا بيمتلك حظوظ قوية جدا إن شاء الله في الفوز بها والتأهل مباشرة لأولمبياد باريس 2024. الاتحاد كان أعلن مؤخرا عن تولي المدرب الإسباني خوان كارلوس باستور مهم تدريب المنتخب بعد طبعا روبرتو غارسيا باروندو، وعقد باستور أو عقد باستور هيكون لمدة عام وهينتهي بعد أولمبياد باريس 2024 مباشرة. المدرب ده واحد من المدربين الكبار في كرة اليد الإسبانية، بيمتلك تاريخ كبير جدا وسي في محترم وبطولات عديدة، يمكن أهمها الفوز بلقب بطولة العالم مع منتخب إسبانيا والحصول على فضية بطولة أوروبا وبرونزية أولمبياد بكين 2008 بعد الفوز على كرواتيا. كرة اليد المصرية بتشهد حالة كبيرة جدا من الزخم خلال الفترة الأخيرة.